اما هلا هايدي بننتقل لفقرتنا الاولى لليوم. مشاهدينا بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم، الامان. قديش مهم الامان اليوم يمكن بحياتنا، وكيف اذا كان الموضوع بيتخصص بالمكان اللي بدي اعيش فيه او السكن؟ يمكن بسبب الكارثه الاخيره اللي عشناها كثير من الناس اليوم عم تحاول تدور على تفاصيل لتعرف تصميم الامان، تصميم البناء الامن كيف بيكون، تدابير الحمايه والسلام. دائما في تصاميم اساسيه أكيد. او اعتبارات اساسيه لأي بناء ليكون آمن للسكان، في كود أساساً بيتعلق بكل مكان أو في بكل دولة. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر من يومين نستضيف هايدي. أكيد اليوم رح نحكي عن تدابير السلامة في البناء وأبرز العيوب الإنشائية. رح يكون معنا المهندس غسان معمولي، رئيس لجنة الترابط الإنشائي بدمشق. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نحكي عن الاعتبارات الأساسية والمقاييس الأساسية حول أي بناء بما يخص تدابير السلامة والأمان، خلينا نحكي عن اللجان اللي هي أساسا مشرفة على التصاميم لتعرف هيدا التصميم أو هيدا البناء اليوم آمن يتضمن جميع المعايير اللي فينا نصنفها ضمن معايير السلامة. الحقيقة بتصميم الأبنية تشرف على تنفيذ التراخيص أو تنفيذ الأبنية وفق المخططات ودراسات، هي مؤسسة أو هي نقابة مهندسين. طبعا احنا بمحافظة دمشق عندنا لما المتعاهد أو المقاول ينفذ بناء بنعمله دراسة على الورق، في مهندس دارس ومن ثم مهندس مشرف ومن ثم مهندس منفذ، وحتى في عندنا في دمشق مهندس مقيم، وفي شيء اسمه إذن صب. وبالتالي هل ما درس على الورق ينفذ على الواقع، وكل هالدراسة تعتمد على معايير وهي محددات وكودات عالمية مستقى منها وما يتوافق مع مصلحة مدينة دمشق. طبعا الأبنية والعناصر الإنشائية عندنا بمدينة دمشق تعتمد على مادة البيتون اللي هي الإسمنت مع الحديد مع البحص والرمل والحديد بشكل خلطة تسمى بيتون مسلح. تمام. أستاذ غسان، يمكن بعد كارثة الزلزال اللي كانت بست شباط شفنا أنه بعض الأبنية القديمة كانت أقل انهيار من غيرها، بينما الأبنية الحديثة كان فيها كثير من التصدعات والتشققات. شو سبب هون وجود هي التصدعات؟ الحقيقة مو بالضرورة هلا الأبنية القديمة كونها هي طابقية أرضي مثلا أو أرضي وأول، الأبنية الحديثة هي أبراج أو برجية. طبعا الأبنية البرجية أو الطابقية الكبيرة تتعرض لزلزال أو للضرر أكثر من الأبنية الطابقية المنخفضة. بس اسمعنا نحن ما عندنا أبنية عالية جدا في سوريا، يعني لما أقول أنا أنه بناء عالي هو أكثر عرضة للتضرر، نحن عم نحكي عن أبنية عالية. ما عندنا نحن هالأبنية في سوريا يعني ما يتخطى مثلا نحن الـ 14 أو الـ 16 طابق من الدول المجاورة. فنحن يمكن عم نركز على هي النقطة اليوم أستاذ غسان، لأنه كل الناس صار عندها خوف بما يتعلق بمعايير وتدابير الأمان والسلامة والحماية لكل الناس من خلال تصميم الأبنية، لأنه هيدا الزلزال نوعا ما كشف كثير من العيوب بما يتضمن، إن كان مو فقط في محافظة اللاذقية وحلب اللي تعرض له، كلياتنا يمكن بكل المحافظات صرنا نسأل أو نتساءل شو هي أهم المعايير الأساسية للبناء فعليا لأقول أن هيدا البناء آمن ممكن يتلقى الضربات. لأنه نحن عم نحكي أحيانا عن قلنا زلزال قوي، بس بنعرف انه في ابنيه ما كانت يعني تعرضت لتدمير شامل، يعني هرت اساسا لانه ما في اساسات امنه او فينا نقول اساسات ضمن المعايير تدابير الحمايه والسلام. الحقيقه انه الدراسات اللي عندنا دراسات الهندسيه معدله لكافه الاخطار او لمقاومه مثلا الابراج، صحيح انه في ابنيه برجيه لو فرضنا، لكن مع معدل مقاومه الرياح ومقاومه الزلازل وفق القودات بسموها يسمى جدران قص. الجمله الانشائيه للبناء او المنشا هي مكونه من اساسات، اعمده، بلاطات، جوائز وجسور. اذا بدنا نسبب انه اشكاليه اللي عم تصير بالابنيه ممكن دراسه خطا، هي احد اذا كانت خطا احد المشاكل بتصير. اذا كانت دراسه صح لكن التنفيذ ما درس ما نفذ على الواقع هذا كمان. البند الثالث اللي هي بدي ركز عليه هو المستثمر او اللي ساكن بالعقار، هو كمان احيانا بيسيء للعقار، بيسبب ما بيهتم فيه، ما بيعمل له صيانه، اذا في عيوب ظهرت ما بيتابعها او يعالجها من بدايتها. عم يتم الالتزام بالكود؟ طبعا طبعا. والحمد لله هنا خلال اللجان اللي طلعت 30 لجنه كانت غطت مدينه دمشق وتجاوبت مع الاخوه المواطنين من خلال دراستنا وكشوفاتنا الدوريه والمعاينه بكافه انحاء محافظه دمشق حتى بالمخالفات الجماعيه. كانت العيوب هي عباره عن عيوب بسيطه وهي مو بالجمله الانشائيه، عباره عن تقطيعات البلوك والجدران.
بس اسمحي لي نركز على احد المشاكل، هي موضوع الاستثمار. المستثمر احيانا بيسيء الى استعمال العقار او المنشا، وبيعتقد انه انا سكنت بالبيت لازم ما اعمل له صيانه، يعني ما تابعه ولقيت شيء غلط ما صلحه، وهذا الشيء بيضر. اذا في شيء غلط او في مشكله لازم من بدايتها اعالجها او الفت او اسال المختصين. تمام، يعني يمكن خلال الكارثه كانت جهودكم كثير كبيره، يعطيكم الف عافيه. خلينا ننتقل شوي نحكي عن اليوم، ممكن موجود في اجهزه هندسيه قادره انه تكشف هي التصدعات او هذا الخلل كرمال نعالجه بالمرحله القادمه؟ هلا احنا كاجهزه هندسيه في عندنا جهاز المطرقه البيتونيه بيكشف مقاومه العنصر، بيعتمد على الارتداد، جهاز ميكانيكي. طبعا في جهاز سكانر بيكشف انه كثافه الحديد، كميه الحديد. احيانا الابنيه ما في مخططات معتمده او ما في مخططات موجوده بنقابه المهندسين، وبالتالي بيشوف انه فيها حديد ما فيها حديد. والاهم شيء هي الواقع، الرؤيه، يعني الساكن او المستثمر او الشاغل بيبين معه تشققات، بيبين معه بالعناصر الانشائيه اللي هي جسور. طبعا ما بدنا نحكي على الحيط او التقطيعات او الواجهه، بدنا نحكي على العناصر اللي حامله للبناء. بس اسمحي لي اعرج على شيء مهم، بخلال جولتنا لقينا انه في عندنا ظواهر معيبه عم يرتكبها المواطن او الساكن باستثمار العقار. اذا بلشنا هي واللي هي مخالفه البناء، واللي ضرر اكثر شيء كل شيء عناصر مضافه للبناء كمخالفه هي اللي ضرت البناء. يعني اذا بلشنا من بناء طابقي من فوق لتحت، اول شيء تركيب الطاقه الشمسيه والاجهزه او خزانات المياه لما صارت ازمه مياه. طاقه شمسيه عم تتركب بسمير توصل بشبكه الحديد التسليح. الخزانات المياه احيانا عم نحط خزانه مياه 5 طن 4 طن، عم يتركز على 4 ركائز، وبالتالي بيشكل قوه محوريه اجهاد، وعم نحط بالمكان غير مناسب. ما عم نحط يمكن كمان كل بيت صار فيه اكثر من طاقه شمسيه اليوم. هلا ما فيش مشكله، بس نحط بعيانه وبخبره فنيه خزانات المي، خزانات المازوت، عم تنحط تتركز بمركز بنقطه واحده، بنقطه واحده عم تعمل حموله مركزه غير ما صمم اليها. بناء طابق اضافي، كمل لك بس بالطوابق الاضافيه المتكرره، ضم البرندات، ازاله. احيانا في ناس مشان يحقق صالون ما في تشوه بيقيم عمود. بدي الفت نظر الاخ المواطن انه هذا العنصر الانشائي لما تشيله، اول شيء هذا ملكيه مشتركه، مو حقك، حق البنايه كلها ككل. ثاني شيء هذا خط احمر لازم ما نمس فيه، سواء عمود او جسر ساقط. احيانا في ناس بيقول لك بدي احقق انه ما اشوف منظر جسر ساقط او شيء. الشيء مهم كمان طوارئ الارضيه والاقبيه عم يساء استعمالها. يعني هذا بناء مصمم سكني، لما مصممت تجاري كان حمولة لحالة سكنية أكثر من شخصين، 3 5 أشخاص ساكنين بالبيت، تجارية أو فعالية صناعية، مطبعة أو ما شابه ذلك. سبب أنه زيادة حمولات هي غير مدروسة. معناتها نحن الإساءة عم تصير مو من الدراسة ولا من التنفيذ، لساء من المستثمر، أنا عم استثمر العقاري غلط. طب شو الآثار السلبية اليوم؟ عم تحكي عن عدة أمور، هدول كيف ممكن يأثروا اليوم على البناء؟ زيادة حمولة زيادة، اهتلاك بالبناء، وجود تشققات لما يكون في مكنة عم تعمل اهتزاز. هنا مناطق صناعية في مكنات طابعات، مكنات بتعمل اهتزاز ميكانيكي، هذا مو مدروس على كتصميم ببناء. ممكن على الاهتزاز بشكل عيوب تشققات من المستقبل. انا طبعا احيانا تفريغ بجمله الانشائيه، وشيء لازم الفت نظر انه هو احيانا بيصير عطال بصرف شبكه الصرف الصحي. هذا اللي كنت هذا المواطن ما بيهتم فيه، وهذا الصرف الصحي اخطر شيء بالنسبه لل مش على الصرف الصحي فقط، بما تضمن البناء تسرب يعني عم نحكي مثلا كنت اسالك عن البنيه التحتيه، يعني هذا بدي ركز عليه، لانه نحن بنعرف بدمشق وريفها كل الشبكات ان كان صرف صحي ولا مياه هي شبكات قديمه، احيانا بنلاقي في تسربات وفي مشاكل كثير، ويمكن دائما كنا نعرض هي المشاكل على شاشه الاخباريه ويكون في تواصل مع المعنيين. هي كمان ما بتاثر، يعني اساسا نحن عم نحكي عن مي مالحه او مي حلوه، الابنيه الطابقيه بتسرب للبناء، بتسرب المياه، بتغلغل بشبكه السقف، بتوصل لحديد التسليح بسبب صدى، وبالتالي تهتك واهتراء وضرر. الشيء الثاني لما يصير ضرر بالريجار او بالمنسوب القبو او الارضي، هالمي لما بتتجمع وما بتتعالج نتيجه انصطام او تسكر الريجار او غرفه التفتيش، بسبب تجمع مياه تحت الاساسات او تحت الجمله الانشائيه. نحن ما بنخاف من المياه، البناء بيقاوم المياه، بس شو المشكله عندنا؟ مش موضوع البناء محمول على اعمده معروف، لما بتجمع بنقطه معينه بصير هبوط من جهه واحده، وبالتالي بصير هبوط تفاضلي. لما يصير هبوط تفاضلي التربه بتنكمش، وبالتالي بصير هبوط للاساس هذا. على حساب القسم الثاني ما صار هبوط، وبالتالي صار في
تفاوت بالمناسيب وبالتالي بيظهر تشققات. انا احنا بننصح الاخوه المواطنين يتعاونوا اذا في اي عطل يعالجوا، واذا في عطل بالصرف الصحي شبكه البنايه تتعاون لجان الابنيه. بس اللجان يعني من خلال الاشراف او الجولات اللي قمتوا فيها ما كان في يعني من خلال اطلاعكم؟ طبعا في احد الشغلات لفت نظرك، لاحظنا انه في احد الابنيه مزروع بجوار البناء، البناء طابق ارضي ما في قبو، بجوار اشجار كبيره وعم يتم سقايتها بشكل غير محدود. هذا سبب هذا اللي كشف العيوب الانشائيه، انه السقايه الغير محدوده من جهه واحده من البناء سبب انه هبوط بالبناء من جهه معينه، وبالتالي صار تشقق وصار عيوب. نصحناهم مباشره، طبعا اللجان كان دورها توجيهي، تعطي توصيات وبتعمل اجراءات وتعالج وتصنف الحالات لك. لا يعني كذا حاله، المواطن ممكن يقول لك تشققات، نقول له هذا التشقق عباره عن تشقق شكلي ما بيأثر على جملة، احيانا بيكون في تضرر بعنصر انشائي بيتعالج. صحيح، يعني يمكن عم نحاول نوضح اكثر عن الابنيه، عن الاشياء الموجوده فيها. اليوم استاذ بنلاقي انه بعض الابنيه بتكون مستنده على اعمده فقط، الطابق الاول ممكن يكون كرار سيارات، بينما بنشوف ابنيه ثانيه بتكون ملاصقه للارض. هل الابنيه اللي فعلا مدعمه اليوم بالاعمده هي قادره انه تمسك البناء بشكل جيد؟ صح، بوجود الهندسه استاذه كل شيء له حل. هلا في أيوه افضل فينا في شيء افضل؟ ما في شيء افضل، كله بيأثر اذا صار في كوارث طبيعيه. أبداً أبداً. ما بيأثر. وخلال تجربتنا يعني بمحافظه دمشق والكذا، الابنيه الضرر اللي صار بالمناطق اللي ضررت الاربع المحافظات هي موضوع المخالفات اكثر شيء ضررت، لانه المخالفات معمره بطريقه غير فنيه وغير صحيه وغير صحيحه. بس في نسبه كبيره، يعني لما نقول الضرر الاكبر من المخالفات يعني في عندنا نسبه عاليه من اضافات يعني على البناء. اي بس مخالفات، حتى المخالفات العشوائيه يعني احنا عندنا مخالفات اذا بنحكي عن مناطق بدمشق وريفه في نسبه عاليه، يعني صحيح. اذا بنحكي عن 40 او 50% من هذا امر واقع، لكن محافظه دمشق معرضه اكثر من غيرها يعني لهي المشاكل، ممكن لانه ما في مو مدروسه بشكل فني او بشكل. بس هذا مش من واجب مثلا محافظه دمشق او ريف دمشق من خلال لجان اطلاع على المناطق العشوائيه المخالفات. محافظه دمشق عم تطلع، عم تعمل مسح، عم تعاين اي حاله وعم تتصدى لكل حاله بوقتها، يعني اي عنصر خطير يمكن ازالته، يمكن فصله عن البناء مشان ما يضر باقي البناء، ممكن يصير اخلاء في حال لا سمح الله. معظم المناطق ومع ذلك الحمد لله يعني تم اللجان عليه، يعني معظم المناطق العشوائيه تم ذهاب اللجان عليها. طبعا طبعا كلها؟ حتى كان في خط ساخن مع المواطن، اي ظاهره معيبه بالعقار كانت تطلع بشكل مجاني وكانت تغطي مساحه جغرافيا بمحافظه دمشق وكافه المحافظات. تمام، يمكن كمان بنسمع انه نوع التربه بيلعب دور بهذا الموضوع، خلينا نوضح الفكره. طبعا لما تكون تربه صخريه غير تكون تربه رمليه او تربه غضاريه، ومع ذلك في شيء اسمه دراسه جيوتكنيكيه، بنحط الاساس بما يتوافق مع نوعيه التربه، يعني احنا بالاخير بوجود الهندسه صار ما في شيء، ما في شيء ما له حل، حتى بالبحر عم يتعمر، يعني احنا في شيء اسمه اساس منفرد، اساس صحيح. مستمر، احيانا حصيره، احيانا يعني في حلول اخرى، في اوتاد عم تنزرع، وبالتالي العوامل الامان موجوده يعني، والحمد لله يعني اثبتت الدراسه الهندسيه بمحافظات سوريا كفاءة مهندسنا العربي السوري ونجاحه، ومثل ما قلت لك لقينا في شيء من الخلل، انه ثقافه المواطن، ثقافه انه صيانه المنشا متابعته هي قليله بحاجه للفت نظر، والحمد لله تجاوب معنا الاخوه المواطن وكثير ناس عرفت انه شو عليها وقدر الامكان، ومثل ما قلت لك هي الظواهر المعيبه عباره عن ظواهر وليست حاله عامه. طيب استاذ غسان، من خلال يمكن اطلاعكم يعني نحن بنعرف انه اللجان حاولت تطلع على كل المناطق يمكن اللي هي تعرضت للاذيه الاكبر، شو هي الاخطاء الشائعه او المشاكل الشائعه من خلال الاطلاع هي اللجان فعليا ركزت عليها؟ ركزت عليها هي العيوب، العيوب اللي كنا نلاحظها او يلفت نظرنا المواطن، نشوف سبب العيب. هل هي حموله مركزه؟ مثل ما قلت لك احيانا نلاقي سقف طابق اخير متشقق وعامل بطن او عامل تحنيب نتيجه انه محطوط الخزانات المياه او المازوت محطوطه بمركز البلاطه او السطح او الصالون دون درايه، ومحطوطه بحموله مركزه تسبب اجهاد غير متوقع. سبب ذلك تشقق، نلاقي حديد تسليح، نعطي توصيات انه هي الخزانات لازم توزعها، توزع الحموله، تزيلها من هون، تحط من هون، والمواطن كثير في حالات تجاوبوا معنا، وهو ميزه انه البيتون المسلح الحديد اللي موجود بالبيتون المسلح هو معد لمقاومه الشد ومقاومه الاجهادات، يعني الحمد لله انه البيتون المسلح ما بينهار بشكل مفاجئ، بيعطي انذارات عباره عن تشققات، تصدعات، ظهور الحديد، لكن ما بينهار بشكل مباشر، وبالتالي بيعطي توجيه او اعلام للمواطن انه يعالج
وبيتخذ الاجراء اللازم. تمام، يعني خلينا نركز اكثر على الامان والسلامه اليوم، خصوصا بالكارثه الزلزاليه اللي صارت. شفنا انه كثير من الناس صار في عندها خوف، صار في عندها فوبيا من انه يكون البيت طابق عالي، بينما اقاويل ثانيه بتقول لك انه لا، الطوابق الاخيره هي افضل، ممكن الشخص يطلع على السطح. هون شو فينا نوضح على هي الموضوع؟ هلا هي نفس الدعايات اللي بتقول لك انه في حال حصول الزلازل الواحد لازم يقعد بالكوريدور بالممر، يبعد عن طبعا هلا سواء ارضي ولا اخر طابق. احيانا الزلزال مو معروف، قد ما كان الدراسات مو معروف كيف توجهه، وكيف احيانا في حالات بالمحافظات ضررت انه طبق البناء فوق بعضه، بس انه صاروا يتجنبوا الطوابق العاليه. ما عاد يعني اذا اي حدا بده يشتري، هلا هي الطوابق العاليه الطوابق العاليه هي بشكل عام لما يصير اهتزاز او انه بتموس البنايه كتير. بيشعر اكثر كل ما عالي الطابق. لكن مثل ما قلت لك الابنيه البرجيه عندنا بدمشق او لما تحط دراسه هلا بعد ما صارت حادثه الزلازل صار في تدقيق اكثر وتشديد على موضوع انه تكون تقاوم الزلازل وتشديد على نوعيه جدران القص. هلا بس موضوع فوبيا انه صار اهتزاز صار كذا، لكن ما صار تضرر يعني ولا صار اي شيء، بس موضوع معنويا يعني ما في اي شيء. طب خلينا نحكي عن عمليه الترميم للابنيه اللي كانت هي فعليا معرضه للانهيار او حصلت على اذيه كبيره من خلال الكارثه الاخيره، كارثه الزلزال. في بعض الابنيه ممكن تترمم وبعض الابنيه لا، شو هي اللي ممكن يترمم؟ يعني لما نحكي عن تصدعات بسيطه او شقوق، او بنحكي عن حالات اخرى. أنا بالنسبة لحالتنا بمحافظة دمشق الحمد لله يعني ما لقينا في أبنية تضررت بالكامل أو صار شيء. صار موضوع عنصر إنشائي أو أكثر من عنصرين. طبعا موضوع فيه بيتحقق بيتعلق بجدوى الاقتصادية. أنا إذا بدي أعمل بناء أكثر من حق البناء من أول وجديد، لا، هدمه إعادة بناء من أول وجديد هو أولى. طبعا الموضوع هو عامل الجدوى الاقتصادية، بس الحمد لله بمحافظة دمشق التصدعات اللي كنا نشوفها أو العيوب اللي نلاقيها هي نتيجة قدم البناء، سوء تنفيذ، سوء استخدام. تمام، يعني مواطننا هلا وعي انه لازم انه البناء اللي عايش فيه انه لازم صلحه، هو اولويه. موضوع مثل ما قلت لك في ناس من باب الجهل او من باب ها بيقيم عمود بحط بيعمل محله غزانه او بيحقق انه صالون كبير 100 متر 10 ب 10 لو فرضنا، لكن قد ما حط بديل هذا العمود محطوط مو عن جزاف، يعني محطوط عن دراسه، او الجدار لما بقيمه او جدار حامل احيانا. في مقاييس لما اقول البناء يحتاج لاكثر من عمود؟ يعني كارثه الزلزال طبعا الكودات بحط لك مثلا قديش البعد يعني بين عمودين. لانه مثلا قدام الناس صبوا في 12 مثلا عمود وطلع هو 3-4 الاساسيات بس هيك مشان اللجان، يعني مو بالضروره. لا لا لا، في مخططات، في دراسه، وفي معلش سيدتي اللي عم يقدم دراسه حالات حقيقيه اللي عم يقدم دراسه عم ياخذ تعاون من النقابه ونقابه المهندسين بتوافق له عليها وتعترف فيه، وفي مدقق عليه، وفي من عم يفتش على عمله، وتالي اللي عم يدرس عم ياخذ دراسه وعم ياخذ اتعابه هو مسؤول مسؤوليه جزائيه عن لا يقل عن 15 سنه. يعني اي شيء خطر اي شيء هو مسؤول عن القصه. يعني موضوع كثير حساس وكثير، وبالتالي يعني الهندسه بالموضوع انا بحط العمود او الجسر او الجائز بمكانه المناسب، وبالتالي لما عم نقيمه او عم نلغي العمود عم يضر البناء. يعني احيانا مو بشكل مباشر لكن بشكل مع الوقت. يعني اكيد بالختام بدنا نشكرك استاذ غسان معمولي. يعني احنا حاولنا يمكن نطرح جميع التساؤلات اللي بتخطر على بال كل الناس اللي عم تتابعنا. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا والله يعطيكم العافيه. شكرا كثير لك استاذ غسان. شكرا. اهلا وسهلا.